أهلا بكم. دعا مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت جميع الأطراف إلى السماح بزيارة المعتقلين في السجون. يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه وزير حقوق الإنسان منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى إنقاذ أكثر من 45 مختطفا من مرض الكوليرا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنتوقف عند هذا الخبر لنناقش دلالات هذه الدعوة وما الجديد فيها، وهل ستنجح جهود الصليب الأحمر هذه المرة؟ بعد أكثر من عامين على احتجاز آلاف اليمنيين في سجون الميليشيا، يعود ملف المختطفين إلى الواجهة في أكثر من تحرك دولي. فمن دعوة ولد الشيخ لهدنة جديدة يتم فيها معالجة ملف المختطفين والمعتقلين، إلى دعوة الصليب الأحمر بضرورة السماح لها بزيارة هؤلاء المحتجزين لدى سلطات الميليشيا وأيضا لدى السلطات الأمنية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال سلطات الميليشيا ترفض السماح لأهالي المختطفين في صنعاء بلقاء ذويهم أو حتى نقلهم إلى المستشفيات لمعالجتهم. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا، نذهب لمتابعة هذا التقرير. بعد أكثر من عامين على اختطافهم، هذه هي المحاولة الأكثر جدية لمعالجة وضع المختطفين المغيبين في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع. مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت دعا جميع الأطراف إلى السماح بزيارة المحتجزين جراء الصراع في اليمن، مشددا على ضرورة السماح بزيارة المعتقلين ومراقبة ظروف احتجازهم وإخبار عائلاتهم التي لا تعرف عنهم شيئا. الدعوة لا تختص فقط بالمختطفين في سجون الميليشيا وهم الأكثر عددا والذين يعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة، ولكنها دعوة لجميع الأطراف بما فيها السلطات في المناطق المحررة. يتساءل البعض لماذا تأخر هذا التحرك من قبل الصليب الأحمر كل هذه المدة، فيجيب آخرون أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب وقوع عدد من قيادات الميليشيا والشخصيات المحسوبة عليها في قبضة القوات الأمنية في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، وهو ما يعني من وجهة نظرهم إثباتا واضحا لخضوع المنظمات الدولية لإملاءات سلطة الانقلاب في صنعاء وشبكاتها الحقوقية التي تتمتع بعلاقات واسعة مع هذه المنظمات. يتعرض جهد الصليب الأحمر لاختبار حقيقي في الأثناء، حيث نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة في صنعاء للمطالبة بتدخل المنظمة لإنقاذ ذويهن المختطفين في سجون الميليشيا بصنعاء، وأن حياته في خطر بعد تدهور حالته الصحية في سجون الحوثيين. وقالت الرابطة في بيان لها إن الحوثيين يمنعون إسعاف أبنائهن لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ حياتهم بعد تفشي مرض الكوليرا في سجون الميليشيا بصنعاء. محاولة أخيرة لمعالجة الملف الأكثر سوداوية في الأزمة اليمنية، إلا أنها محاولة قد لا تتجاوز حدود الدعوة التي طالما تكررت من قبل منظمات دولية عدة، والتي تكسرت دائما على أبواب مسؤولية الميليشيا وسلطاتها ورغبتها في تحويل البلد برمته إلى سجن كبير لأبنائه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا الآن من عدن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عدنان حزام. مرحبا بك سيد عدنان. إذا أطلقتم دعوة لجميع الأطراف بضرورة السماح لكم بزيارة المختطفين والمعتقلين في السجون، هل تلقيتم أي رد من أي جهة؟ عزيزتي، في البداية أحب أن أعلق على تقريركم. طبعا هذه ليست الدعوة الأولى التي تطلقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يخص المعتقلين لدى أطراف الصراع. هذه يمكن خلال الأسابيع الماضية هذا يعتبر ثاني بيان إلى غير البيانات التي كنا نصدرها من بداية الصراع الدائر حاليا في اليمن. ثانيا، أنه خلال العام الماضي زرنا أكثر من 11,000 معتقل، معظمهم في المناطق الشمالية. نتمنى أن من الأطراف المعنية بهذا الصراع أن تسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع المعتقلات، وخاصة المعتقلين ما يخص هذا النزاع أو مرتبطين بهذا النزاع، كون ذلك سيساهم بشكل كبير في الاطلاع على حالة احتجازهم وكذلك إيصالهم بذويهم، كون ذلك حق من حقوقهم. نعم، إذا هل تلقيتم أي رد فعل من هذه الجهات التي ناشدتموها لزيارة المختطفين سواء في الشمال أو في الجنوب كما تفضلت؟ أعتقد أنه خلال زيارتي لليمن التي استغرقت 5 أيام، قام مدير العمليات
بلقاء العديد من السلطات سواء في صنعاء او في عدن. وفي هذا السياق اعتقد ان هناك مؤشرات ايجابيه نحو هذا الجانب، انه يسمح للجنه الدوليه للصليب الاحمر. نتمنى ان تستجيب جميع الاطراف، سواء الاطراف التي مكرسه في صراع في اليمن او كذلك الاطراف الاخرى، الى السماح للجنه الدوليه للصليب الاحمر بقيام دورها في هذا الجانب. وكما تفضلتم في تقريركم ان امهات الالاف من المعتقلين ياتون الى مكاتبنا سواء في صنعاء او في عدن مناشدين للجنه الدوليه للصليب الاحمر ان تتدخل في هذا الجانب بشكل شبه يومي منذ اكثر من عام. لا نتدخل في اطلاق سراحهم، ولكن ما يمكن ان نتدخل ويمكن ان نساهم فيه هو الاطلاع على وضع احتجازهم وربطهم بذويهم، أو حتى العمل على تحسين ظروف وشروط الاعتقال والحرص على أن يتلقوا على الأقل حتى العناية الصحية. سيد عدنان، أنتم في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعد عامين من الحرب ومن اختطاف هؤلاء، ما هي تقديراتكم لأوضاع المختطفين والمعتقلين في البلد؟ نعتقد انه هو من الاولى ان من الاطراف ان تسمح لنا بالدخول الى جميع المعتقلات، الى جميع مناطق الاحتجاز، وذلك يمكن لنا ان تكون لنا صوره واضحه ننقلها الى ننقلها من خلال بياناتنا الاعلاميه. نعم، ما هي هذه الصورة الحالية الموجودة لديكم؟ أنت كنت في حلقة سابقة تحدثت أن هناك إصابات بوباء الكوليرا وغيرها من الأوبئة داخل السجون، وأيضا بحسب ما بيانات رابطة أمهات المختطفين دائما ما يتحدثن على الوضع المزري والوضع الصحي للمختطفين خاصة في سجون الميليشيا. أعتقد في الوضع الحالي الذي تمر به اليمن سواء في المعتقلات أو غيرها، هناك أضرار في مجال الصحة، في مجال التغذية، في مجال المياه. نعم، هناك حالات كما قلت سابقا في أحد تصريحاتي أن هناك كان 5 حالات في السجن المركزي بصنعاء، وكذلك تردنا الآن من سجون أخرى. نعم، كذلك بلاغات أن هناك إصابات ويريدون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتدخل. نحن سنقوم بما نستطيع القيام به إذا سمحت لنا السلطات بزيارة المعتقلين، وكذلك الإيفاء بتعهداتنا الإنسانية والأخلاقية أمام أسر المعتقلين. كون ذلك يؤلمنا كثيرا كما يؤلم أسر المعتقلين، على الأقل أن يعرفوا مصيرهم، كذلك أن يكون هناك تواصل مباشر بينهم وأسرهم. نعم سيد عدنان، هناك من يشير إلى أن هذا التحرك مدفوع برغبة سلطات الإنقلاب بصنعاء بالإفراج عن بعض قياداتها الذين احتجزوا مؤخرا من قبل السلطات الأمنية في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة. هنالك من يرجع هذا التحليل إلى لماذا لم تكن هذه التحركات الجادة منذ عامين؟ عزيزتي، إذا راجعت لتصريحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الماضية وحتى من الصراعات السابقة، كان تركيزنا الأكبر هو على مسألة المعتقلين من 2004 وحتى هذه اللحظة. تركيز اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الجانب من ناحية الطلب من جميع الأطراف وكذلك من سلطات الاحتجاز، سواء كانت سابقا أو حاليا أو كانت في أي منطقة من مناطق اليمن، السمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول كما قلت للنظر في ظروف احتجازهم وتحسين إن أمكن، كون هناك في الوضع الحالي معظم السلطات الاحتجاز لا تستطيع تقديم الخدمات كما ينبغي، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر من هذا الجانب مستعدة إذا سمح لها أن تقدم المزيد في هذا الجانب بتحسين ظروف الاعتقال. وكذلك نتمنى أن يكون هناك استجابة إيجابية في هذه الدعوة الأخيرة. الجميع يتمنى ذلك سيد عدنان. تفضل بالبقاء معي. نعم، اسمح لي لأن أشارك معنا في الحديث من صنعاء المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين أم أحمد. رابطة أمهات المختطفين الذين دون كلل أو ملل ينفذون وقفات احتجاجية في عدة جهات، كانت إحداها اليوم أمام مقر اللجنة الصليب الأحمر للمطالبة بإنقاذ ذويهن المختطفين. مرحبا بك سيدة أم أحمد، هل تلقيتم أي رد من قبل اللجنة؟ يحمل الكثير من السلبية. الصليب اعتذر
صراحة عن أن يتدخل في الأمن السياسي، كون المعتقلين في الأمن السياسي محرومين من الماء منذ 3 أسابيع، لا يسمح لهم بشراء الماء ولا يسمح أيضا لأهاليهم بإدخال الماء إلى الداخل مع انتشار الوباء في هذه الفترة، فكيف سيكون حالهم إذا كانوا ممنوعين أصلا من الماء؟ الصليب الأحمر وعدنا أنه سيحاول في خلال هذا الأسبوع أن يزور معتقل هبرة والذي انتشر فيه الوباء بشكل مخيف بين السجناء، سواء كانت حالات تم تأكيد أنها كوليرا أو حالات اشتبه بأنها الكوليرا. نحن نأسف بصراحة لموقف الصليب الأحمر. الصليب الأحمر نحن توجهنا له بصفته المنظمة العالمية الأولى المعنية بصحة الإنسان، فضلا عن أن يكون هذا الإنسان هو معتقل داخل سجون لا يسمح له بالعرض على طبيب ولا يسمح لأهله بإدخال العلاج إلى داخل المعتقل. ما هو كان رد الفعل بالضبط حتى تصفيه بالموقف السلبي؟ اعتذروا عن أن يكون لهم يعني أي ضغط على حتى بس زيارة الأمن السياسي، هم فقط سيحاولون الدخول إلى سجن هبرة فقط. صنعاء تمتلئ بالسجون، مئات السجون أو نقول عشرات السجون، منها الرسمية ومنها السرية وغير المعلنة. المرض يتفشى في الناس بشكل عام، في سجون مزدحمة تنعدم فيها الخدمات الصحية، تتردى فيها الخدمات المعيشية إلى أبعد الحدود. فكنا نتمنى أو نأمل من الصليب الأحمر أن يكون له موقف أكبر من هذا وأعمق من هذا. دعيني أنقل له هذه النقطة. سيدة أم أحمد معنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيد عدنان حزام هو معنا الآن، ننقل له هذه النقطة. إذن لعلك استمعت لحديث السيدة أم أحمد التي وصفت موقفكم اليوم بالموقف السلبي. عزيزتي، نحن نتعاطف مع أم أحمد ونتفاهم، فهناك الكثير من الأمهات الأم أحمد في مختلف مناطق اليمن تريد سيد عدنان، هم بحاجة لأكثر من التعاطف وأتمنى أن يكون لها تواصل مع ابنها المعتقل أو أخيها أو زوجها. نحن لسنا سلطة تنفيذية ولكن نحن سلطة إنسانية كما يعرف الجميع، نحاول من خلال تدخلاتنا البسيطة وكذلك حديثنا مع أطراف الصراع على إقناع تلك الأطراف على السماح لنا بزيارة جميع المعتقلات، وأكرر جميع المعتقلات، لأنه لا يوجد في زيارتنا لا نستثني شيء. فيجب على السلطات الاعتقال سواء كانت في أي منطقة السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بقيام بدورها الإنساني. إذا إلى من على هؤلاء الأمهات أن يلجأن سيد عدنان؟ إن كنت كما تصف نفسك لست سلطة تنفيذية ولا لديكم ما تستطيعون تقديمه لهؤلاء، لمن يلجأن هؤلاء؟ إن كانت الآن من يتواجد في صنعاء ولديه القدرة على التحرك هي هذه المنظمات التي ما زالت لديها فرق موجودة في صنعاء وتعمل وعلى تواصل مع مختلف الأطراف. أوكي عزيزتي، نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليس كما قلت سلطة تنفيذية ولا نحن نقر على الأطراف أن تقوم بإطلاق سراح المعتقلين. ما دورنا الأساسي هو التحديث مع السلطات لتمكيننا إلى دخول تلك المعتقلات في أي مكان من أجل الاطمئنان على حالة اعتقالهم، سلامتهم النفسية والصحية، وكذلك ربطهم بأسرهم بحيث أن يكون هناك تواصل مباشر بينهم وأسرهم لكي يعرفوا أخبارهم وكذلك يطمئنوا على حالهم. نحن لا يوجد لدينا السلطة التي نفرضها على أي طرف بإطلاق سراح أو نقول لهم لماذا اعتقلت فلان أو لماذا اعتقلت فلان. ما يمكن أن نقوم به وضغط على تلك السلطات. وضحت الفكرة سيد عدنان. الآن سيدة أم أحمد تتحدث أنهم المعتقلين والمختطفين في سجون الأمن السياسي محرومين حتى من الماء، بالإضافة إلى ما تفضلت به هنالك أوبئة وأمراض والكوليرا في هذه السجون. هل لجنة الدولية للصليب الأحمر تستطيع عمل أي إجراء عاجل حيال هذا الأمر في هذه الأثناء؟ إذا قلت لك أن على مدار 24 ساعة الماضية وخصوصا بعد تفشي وباء الكوليرا وخاصة لأن لدينا ملف المعتقلين،
نتابع المعتقلات بشكل عام في كل المناطق، وكذلك نرصد تلك الحالات. نتمنى ومن خلالكم نوجه الدعوة إلى أن تترك الأطراف أطراف الصراع السياسة جانبا، وأن تنظر لحال هؤلاء المعتقلين وكذلك حال الكثير من اليمنيين الذين يعانون من هذا الصراع، من أجل أن تقوم المنظمات الإنسانية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهامها الإنسانية للتخفيف من هذه المعاناة الكبيرة. نعم، إذن السيد عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. إذن بالعودة إليك سيدة أم أحمد، لو تحدثينا قليلا عن وضع المختطفين بشكل عام، ما هي آخر مستجدات أوضاعهم الصحية، خصوصا وأننا كحديث عن إصابة البعض منهم بالكوليرا؟ أنا في البداية أعلق على كلام السيد عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن. تفضل. نحن نثق أن المنظمات الدولية منها بالذات أن الضغط على جماعة الحوثيين بأن تسمح بزيارة هذه السجون وبأن تحسن ظروف الاحتجاز لديها، لكن لسنا ندري لماذا لا تستخدم هذه المؤسسات هذا الضغط على الجماعة. على الأقل يصدر بيان عن هذه المنظمة أنها تحمل جماعة الحوثي مسؤولية التدهور الذي وصلت إليه السجون ومسؤولية ما سينتج عنها من تفشي الأوبئة والأمراض داخل هذه المعتقلات، هذا أقل القليل يعني بالنسبة للمنظمات كمنظمات الصليب الأحمر. نعم. أما بالنسبة لأوضاع المعتقلين فهي أوضاع يعني نأسف لها والله ونأسى لها، نحن كأمهات نشعر بالقلق الشديد كلما جاءتنا أخبار عن أي معتقل عن أي سجين موجود في هذه المعتقلات. النظافه الشخصيه، النظافه يعني تكاد تكون شبه منعدمه في بعض السجون كالسجن المركزي وكسجن احتياطي الثوره، احتياطي هبراء بالنسبه للدور الاول. المياه الصرف الصحي وصلت الى المعتقلين وهم لا يعرفون كيف يتصرفون معها، خاصه مع اصرار اداره السجن على عدم التصرف في هذه المواقف. الخدمات المعيشية مترددية للغاية في كل السجون بلا استثناء، وخاصة السجون التي يمنع فيها السجين من زيارة أهله، يعني إذا كان الأهل أحيانا يقومون بزيارة هذا السجين وإعطائه بعض الأطعمة أو بعض الأدوية، فهناك سجون كثيرة يمنع فيها السجين من الزيارة، وبالتالي يتعرض أكثر للأوبئة وللأمراض ولسوء التغذية وللأشياء الناتجة عن هذا. نعم، إذا إننا مع الأسف يعني نجد أنه في تقصير كبير من المنظمات ومن المنظمات العاملة داخل في اليمن وخاصة الدولية منها في أن تسعى لتحسين ظروف الاحتجاز للمعتقلين. نعم، إذا السيدة أم أحمد المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام الآن ننتقل إلى القاهرة مع وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ. مرحبا بك سيد نبيل. دعوة جديدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من زيارة المختطفين والمعتقلين، هل يمكن القول إن ملف المختطفين في طريقه للحل، خصوصا وأنها تأتي بالتزامن مع تحركات ولد الشيخ بهذا الخصوص؟ بداية مساء الخير. أولا هذا التحرك كان قد تم الاتفاق عليه أثناء تواجدنا في جنيف في أيام اجتماع مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس الماضي، وتم عقد عدة لقاءات مع الصليب الأحمر للقيام بهذه للحث من أجل القيام بهذه المهمة، وتم تقديم تقرير بالأعداد التي توفرت لدينا كوزارة لحقوق الإنسان حول المعتقلين بمختلف تصنيفاتهم ما بين معتقل ومحتجز ومخفي قطريا. كل هؤلاء تم تقديم الأعداد والأماكن التي استطعنا رصدها للاحتجاز. ما يهمنا هنا أولا أن نحن في الفترة الماضية المعلومات التي لدينا أن هناك 425 مبنى ما بين مبنى حكومي أو مبنى خاص، هذه كلها حولت من مباني عامة وخاصة إلى معتقلات وسجون، بمعنى أن هناك عدد كبير من المعتقلين والمسجونين هم في إطار يعني متواجدين خارج أماكن الاحتجاز الطبيعية كالسجون ومرافق الاحتجاز في النيابات أو في أقسام الشرطة. نعم. وبالتالي تفضل. وبالتالي فكل هؤلاء
كل هؤلاء يتواجدون في ظروف استثنائية وفي وضع صعب جدا. وتخيل الآن مع انتشار الأوبئة وانتشار الأمراض وصول مرض كالكوليرا إلى أحد هذه أماكن الاحتجاز قد يؤدي بالتأكيد إلى حالات. نعم سيد نبيل، لقد أطلعتنا على ذلك سيد أم أحمد من رابطة أمهات المختطفين على وضع هؤلاء في السجون. نحن نتحدث اليوم عن دعوة لجنة الصليب الأحمر لزيارة المعتقلين سواء في صنعاء لدى الميليشيا أو أيضا لدى السلطات الحكومية. ماذا الدعوة وجهت حتى لكم؟ هل ما هي ردة فعلكم نحو هذه الدعوة؟ نحن عندما تحدثنا مع الصليب الأحمر والتقينا بهم أكدنا أولا على استعدادات الحكومة الشرعية لتذليل كافة الصعوبات لتواجد جماعات الصليب الأحمر في كافة المحافظات في الأراضي المحررة. أيضا استعدادنا لإيجاد ممرات آمنة لوصول هؤلاء إلى المحافظات التي ما زالت سيطرة الميليشيات. كل ما نتمناه الآن أن تحقق هذه المؤسسة الدولية دورها الطبيعي في الوصول إلى هؤلاء في إيصال رسائل ذويهم والاطمئنان على حالتهم وبالتالي نشر حالة هؤلاء وكيفية العمل على العمل من أجل إخراج. إذا نستطيع القول أن الموقف الحكومي من هذه الدعوة هو إيجابي. سيد نبيل، إذا ما تحدثنا عن التحركات الدولية الآن خاصة في هذا الملف، هل هناك خطط فعلية لتبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة والميليشيا مع التحركات الأخيرة لولد الشيخ؟ هذا الجانب دائم الطرح ودائم الحديث عنه في كل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين، وقد تحدثوا مرارا عن مدى استعدادهم للعمل على إنقاذ المعتقلين أو أسرى أو ما شابه. كل ما يمكن أن يكون عن طريق الحكومة الشرعية تحدثت الحكومة عنه بمنتهى الإيجابية وعن استعدادها الكامل للعمل من أجل ذلك. ماذا بالنسبة للطرف الآخر؟ هل هناك أي رد فعل نحو هذه التحركات؟ الطرف الآخر دائما يعتبر أن هذه الأشياء هي كروت يستخدمها للضغط. أيضا يعني مثلا أن يصل عدد المعتقلين خلال العامين الماضيين إلى أكثر من 17,000 معتقل، هذا دليل على أنهم يعتقدون أن هؤلاء سيكونون عبارة عن أوراق للضغط من أجل إخراج الأسرى الذين لهم في الجبهات. أن يعني وصل الأمر أن يقدموا أنهم يعني ممكن أن بإخراج أسرى عسكريين لهم مقابل المعتقلين الموجودين. نعم. نحن سيد نبيل، ولكن نحن الآن نتحدث بين أسرى مدنيين نشطاء إعلاميين لدى طرف الانقلاب، بينما في الطرف الآخر هم أسرى عسكريين. كيف يمكن أن يكون هناك تبادل بين هؤلاء وما الحل في هذه الحالة؟ كيف أنتم في الحكومة ستتعاملون مع هذا الأمر؟ لو تتذكرين يا سيدتي في أثناء مفاوضات الكويت كان تم تشكيل لجنة من أجل قضية المعتقلين. في فترة عمل هذه اللجنة في تلك الفترة في 70 اليوم التي قضي تم عقدها في الكويت، حتى في طرح أسماء المعتقلين كانوا يتحدثون هم قبل عن أسرى. كنا وكان الطرح الحكومي أنه هؤلاء وهؤلاء أسروا في الحرب. ومع ذلك أبدت الحكومة أيضا تعاونا كبيرا أنها على استعداد لأي تبادلات من أجل الإفراج عن المعتقلين. نعم. نحن نقول حتى الآن الحكومة ما زالت تقدم لولد الشيخ أكثر من مرة يعني استعدادات كاملة وإيجابية لإنقاذ المواطنين المعتقلين، لكن بالمقابل لا يجد المبعوث الأممي من الطرف الآخر سوى التسويف والمماطلة
وهذا دائما يطرحه حتى في تصريحاته الإعلامية. نعم سيد نبيل، هنالك من يرى أن استمرار بقاء أعضاء الحكومة والمسؤولين وخاصة المسؤولين التنفيذيين للحكومة الشرعية خارج البلد يضعف من موقفها ويجعل المنظمات التي الآن موجودة في اليمن، مثلا ستيل هارت الآن في مسؤول العمليات في منظمة الصليب الأحمر في عدن، بمن سيلتقي في عدن إن كان أغلب مسؤولي الحكومة خارج البلد؟ هنالك من يرى أن بقاؤهم خارج البلد يضعف من موقفهم، يجعل من يتواجدون داخل البلد من سلطات الانقلاب أكثر تأثيرا على هذه المنظمات وأقرب من من منكم الذين يتواجدون خارج البلد. أولا قضية التواجد خارج البلد وداخله، ربما يأخذ هذا الحديث منحى إعلامي أو مما هو على الأرض. أولا أغلبية المسؤولين الحكوميين هم في حالة تنقل ما بين المناطق المحررة وخارج البلد، وهذا ربما يكون طبيعي في فترة في طبيعة حسب طبيعة عملهم. لكن ما نود أن نؤكد عليه أن داخل البلد عدد كبير من مسؤولين الدولة، ليس كما يتم تناول في إطار الإعلام أن أغلبية الحكومة. نعم. حاليا رئيس الوزراء يتواجد في ألمانيا في إطار زيارة رسمية. شكرا جزيلا سيد نبيل. خارج البلد هم في إطار مهام. نعم، إذن وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل عبد الحفيظ كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفي. كان معي من عدن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن السيد عدنان حزام، وكان معي من صنعاء المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين سيدة أم أحمد، وأخيرا كان معي وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ من القاهرة. شكرا جزيلا لك، هذه تحياتي وتحيات زميلي من الإعداد كمال حيدر، نلقاكم على خير.